هذا التجديد الحقيقة يختلف عن التجديدات السابقة ب90 يوم. السبب الأساسي أنه تعذر توفر مادة بديلة للغاز الإيراني، وعدم قدرة المحطات العراقية على الإنتاج، خاصة يعني مع عقود اللي وقعتها الشركات مع شركة سيمنز أو شركة جنرال إلكتريك. وأنا أعتقد أن هذا الموضوع سياسي أكثر مما هو اقتصادي، لإعطاء فسحة أكبر للجانب الإيراني للتعاون في مجال التبادل التجاري مع العراق، ويعني ربما يكون هو مأزق جديد لحكومة بايدن. العقوبات الأخيرة فرضتها أمريكا خارج نطاق القانون بصورة منفردة في إدارة ترامب، استماح للعراق بالاستمرار باستيراد الطاقة والغاز من الجمهورية الإسلامية، ولتلافي مشكلة الأمريكان لهم السبب الأساسي في عدم إنهائها وهي أزمة الكهرباء، كما صرح بذلك السفير الألماني. فبالتالي أمريكا تريد أن تديم مشكلة الكهرباء من خلال عدم إعطاء الحلول، وأيضا هي خدعت وكذبت عندما قالت بأنه سيكون هناك ربط مع بعض الدول الخليجية مثل السعودية. الأمر أيضا اتضح بأنه غير حقيقي، وأن أمريكا تريد أن تستمر مشكلة الكهرباء بحيث أنه لا يحيا من خلالها للقطاع الصناعي وللقطاع الزراعي المرتبط بها.